3,500,000 نازح هم ضحايا حرب ميليشيا الحوثي والمخلوع التي تكمل عامها الثالث. عدد من هؤلاء النازحين 1,100,000 نازح. بحسب الوحدة التنفيذية للنازحين، فقد تصدرت محافظة مأرب المركز الأول في استقبال النازحين، حيث وصل عدد القادمين إليها أكثر من 400,000 نازح تسببوا بأزمة سكن في المدينة أدت لارتفاع الإيجارات إلى مستويات خيالية. تليها محافظة حجة بقرابة 400,000 نازح، ثم تعز بحوالي 300,000. إلى خارج الوطن نزح ما يقارب 312,000 مواطن منذ بداية الانقلاب، ثلثاهم نازحون في المملكة العربية السعودية والبقية مشتتون في دول مختلفة. وأجبرنا على الخروج أو أنه سوف يهدم البيت فوق رؤوسنا. ساروا على الأقدام، خرجوهم أطفالهم هم نساءهم مديرية في قرية دبح. التهجير القسري قصة معاناة أشد قساوة، ففي تعز قامت ميليشيا الانقلاب بتهجير آلاف المواطنين من مدنهم وقراهم بغرض التمركز فيها، خصوصا تلك القرى في أعالي الجبال. أبناء قرى بلاد الوافي والعفيرة والصلو والربيعي وغيرها تعرضوا لتهجير قسري من قبل الميليشيا ووجدوا أنفسهم في العراء بلا سقف يظلهم أو أرض تقلهم. دون مخيمات أو ملاجئ يعيش هؤلاء النازحون بمعزل عن ظروف الحياة الطبيعية، إلا من النزل اليسير الذي وصل البعض من المنظمات الدولية، أما معظمهم فلم تلتفت لهم السلطات المحلية ولا المنظمات. النازحون خارج الوطن يتعرضون أيضا لمعاناة لا تقل عن معاناة من في الداخل، بعد أن نفذت مدخراتهم التي كانت تؤمن مصاريفهم وما يقتاتون عليه، لينتظروا بعد ذلك مصيرا مجهولا ومستقبلا بلا أفق، فلا وطن يعودون إليه ولا قدرة لهم على تحمل تكاليف العيش في بلاد الغربة. عن الرحلة دفعونا 150-200 دولار، لكن احنا لما يخرون أسبوع عادي. انقلاب أسود كأنه نفخ في صور اليمن ليمزقهم كل ممزق، فلا كرامة تضمن لهم الحياة في الداخل ولا استقرار يؤمن لهم العيش في الخارج. معاناة جماعية ترافق اليمني أينما حل وارتحل، والمصيبة الأعظم عندما يهجرك اليمني ولا تجد مكانا يؤويك تحت سماء بلدك.